نستهله من ولاية معسكر، حيث حل وفد من لجنة العلاقات الخارجية عن الجمعية الوطنية الموريتانية رفقة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال زيارة أحد الاستثمارات الخاصة بإنتاج المادة الأولية وإنتاج أعلاف الدواجن والأنعام بالمحمدية، حيث أبدت اللجنة اهتمامها في تطوير الشراكة بين البلدين فيما يخص التصدير لموريتانيا ومنها إلى إفريقيا باعتبارها بوابة ووسيطا هاما في ذلك، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي بتندوف. التغطية لزميلة غنية غلمي. الجزائر بلد مصنع كبير، يمكن أن نستورد منه كثير من البضائع التي كانت تأتينا من أوروبا ومن آسيا، وطبعا عن طريق إن شاء الله فتح المعبر الذي تم فتحه وتشييد الطريق الذي نتطلع إليه كلنا إن شاء الله، طريق تندوف زويرات. بالاتفاقية التي تمضت منذ يومين أن الممر بين تندوف والجمهورية الموريتانية والمشروع الأول يعني لتعبيد الطريق سوف يفتح مجال كبير للاقتصاد الجزائري واقتصاد موريتانيا.